شابتر هاد بتكلم عن الميكروبيال جروث، حياة البكتيريا، شو بدها أكل عشان، كيف بدها تتنفس، شو بلزمها بي اتش، شو بلزمها حرارة. فهذا موضوعنا اليوم. غلاف الشابتر هاد حاطين صورة بكتيريا تدعى السريشيا ميرسنس، وعمالها بتعمل بيوفيلم لأنها عمالها بتلتصق بالسطح، وهي في طور إنها تلزق وتعمل طبقة البيوفيلم. اليوم بدنا ندرس عن الـ requirements for growth، متطلبات نمو الميكروبات. صراحة متطلبات نمو الميكروبات هي متطلب أي كائن حي بده يحصل على الغذاء، بتكون العوامل الفيزيائية مناسبة له، يعني الحرارة مناسبة، الأكسجين مناسب، البي اتش مناسبة، هاي بنسميها عوامل فيزيائية. كمان الغذاء كمان يكون متوفر ومناسب لحياته. إذا اليوم بدنا نقسم الميكروبات لخمس مجموعات بناء على الحرارة اللي بتعيش فيها. بدنا نحكي عن البي اتش شوية، بدنا نحكي عن الأوزموتيك بريشر شوية. نحكي إذا the requirement for growth، متطلبات النمو في الميكروبات ممكن نقسمها لمتطلبات فيزيائية physical requirement و chemical requirement. الفيزيكال ريكويرمنت مثل الحرارة، بدها حرارة مناسبة، بدها بي اتش مناسبة، درجة حموضة مناسبة، بدها اوزموتيك بريشر مناسبة، والمقصود بالاوزموتيك بريشر تعيش في تركيز مناسب. تذكروا امبارح حكينا إذا وجدت في سوليوت عالي بنقول هي موجودة في هايبرتونيك سوليوشن، وبتدخل المية بتخرج منها وبصير لها بلازمولايسيز إذا متذكرين. هلا كمان بدها طعام تاكله عشان تعيش، بدها كيميكال ريكويرمنت، بدها كربون مشان تبني الدي ان اي تبعها واجزائها، بدها نيتروجين، سلفر، فوسفورس، بدها تريس اليمنت يعني عناصر بكميات قليله، مثل بدها شويه زنك، شويه كبر، شويه ايرون، بدها كمان اكسجين، بعضهم الصراحه بده اكسجين وبعضهم بده جروث فاكتورز. تعالوا نحكي لهي المعلومات بالتفصيل. نبلش بما يسمى بالفيزيكال ريكويرمنت. Most microorganisms grow well at the temperatures that human favor. معظم الميكروأورغانيزم خصوصا اللي بمرضونا بيعيشوا بالحرارة اللي بيعيش فيها الإنسان، حرارته. يعني إحنا منعيش بنقدر نعيش بحرارة خلينا نقول معتدلة أو متوسطة، هي بنفضلها إحنا، وهي الحرارة برضو اللي بتفضلها البكتيريا. البكتيريا تذكر دائما اللي بتحب الحرارات المعتدلة، هي معظم البكتيريا اللي بتمرضنا بتحب الحرارات المعتدلة. البكتيريا اللي بتخرب الأكل وبصير فاسد الأكل بنقول food spoilage، هي اللي بتحب الحرارات المعتدلة. هذه المجموعة من البكتيريا اللي بتحب الحرارات المعتدلة تعيش فيها بنسميها مجموعة الميزوفايلز. هلا رح ناخدها بس تذكرها من الآن، الميزوفايلز. لكن بالرغم انه معظم البكتيريا اللي بتمرضنا اللي بتخرب الاكل المؤذيه بتعيش باسمها ميزوفايل، لكن لا يزال هناك بعض انواع البكتيريا بتعيش في الاكستريم تمبريتشر، في حرارات يعني متطرفه احنا بنسميها اكستريم، يعني مش معتدله، يا في بعضهم بيعيش ببروده شديده وبعضهم بيعيش بحراره شديده. That would certainly hinder the survival of almost all eukaryotic organisms. يعني الاكستريم تمبريتشر على الاكيد تعيق نمو كثير من المايكرو اورجانيزم، وبتعيق حتى نمو اليوكاريوت مش بس البروكاريوت الاكستريم، لكن لا يزال هناك انواع بيعيشوا في الاكستريمز. وحتى شددنا على الانواع اللي بيعيشوا بالاكستريم اطلقنا عليهم احيانا الاركيا. مزبوط. طيب بالنسبه للحراره، كل بكتيريا في إلها رينج من الحرارة بتعيش فيه، مش بس مثلا باجي بقول لك هاي البكتيريا حطها بالحاضنة على 35، بتيجي تاني يوم بتقول لي مس أنا نسيت والله حطيتها طلعت الحرارة 30، ماتت؟ لا ما ماتتش، بتعيش. لكن الأوبتيمم المثالية إلها 35، لكن إذا نزلنا شوي وطلعنا شوي بنضلنا في رينج بنقدر نعيش، بس إذا نزلنا وطلعنا بتكون حياتها يعني مش 100% أقل، بتكون أضعف أبطأ في النمو وهكذا. إذا كل بكتيريا إلها رينج من الحرارة بتقدر تتواجد فيه، ففي إلها مينيمم جروث تمبريتشر أدنى حرارة، وتحت هاي الحرارة رح تموت اللي هي the lowest temperature at which the species will grow. في عندها ماكسيمم جروث تمبريتشر اللي هي أعلى حرارة ممكن تضلها عايشة، وإذا تجاوزنا هذه الحرارة رح تموت. وعندنا أحسن حرارة بتعيش فيها بسميها الأوبتيمم جروث تمبريتشر اللي هي it is the temperature at which the species grow best، أحسن حرارة.
يعني أنا بعيش على 35، لكن إذا حطيتني على 40 بعيش، إذا حطيتني على 20 بعيش، لكن ما بعيشش زي ما أنا عايشة على 35. انقسامي، تكاثري، حصولي على الغذاء أفضل ب35، بحرارة 35، بضلني عايشة 40، بتغذى بس مش زي ما أنا على 35. نيجي حكينا إذن عن الحرارة، نحكي عن العلماء قسموا الميكروبات بناء على أي حرارة بيقدروا يعيشوا، بأي رينج بيقدروا يعيشوا، فقالوا في بكتيريا بتعيش بحرارات منخفضة وبتحب الحرارات الباردة، في بكتيريا بتعيش بحرارات معتدلة متوسطة، وفي بكتيريا بتحب الحرارات العالية. فالمايكرو اورجانيزم كلاسيفايد انتو 3 برايمري جروب بالاعتماد على البريفيرد رينج، ها رينج مش رقم معين، رينج من الحراره. ففي بيعيشوا برينج من البروده كولد لافينج، اللي بيحبوا يعيشوا بالبروده سميناهم سايكروفايلز، اللي بيحبوا يعيشوا في مديريات تمبريتشر المعتدله سميناهم ميزوفايل، اللي بيحبوا يعيشوا بالحرارات العاليه سميناهم ثيرموفايلز. لا تنسى انه معظم اللي بيخربوا اكلنا واللي بيمرضونا من هدول من جماعه الميزوفايل، لانه السايكروفايل والثيرموفايل بالنهايه اصلا عددهم قليل، قليل كثير اللي بيحبوا البروده، قليل كثير اللي بيحبوا الحرارات العاليه. وقلنا اللي بيحبوا بروده وحراره عاليه لابد انه في عندهم شيء بيستركشر بمكنهم منهم يتحملوا هاي الاجواء اللي نوعا ما مش مناسبه للمايكرو اورجانيزم. Typically growth rates of different types of microorganism in response to temperature. عملوا لنا كيف البكتيريا بتعيش، يعني كيف قديش بتتكاثر في حرارات مختلفة. فعملوا لنا زي جراف الX axis اللي هو الحرارة والY axis قديش بتعيش. فمثلا قسموهم قلنا حسب الحرارة لمجموعة، فمثلا في مجموعة اسمها السايكروفايلز، السايكروفايلز بيحبوا البرودة، من أي حرارة لأي حرارة بيعيشوا، بيقدروا يعيشوا من ناقص 10 وظلوا عايشين لحتى لو وصلت الحرارة 20، يعني ناقص 10 ناقص 9 ناقص كذا على الصفر بيعيشوا، حرارة 10 بيعيشوا، حرارة 20 بيعيشوا. إذا اللي بيعيشوا برينج من ناقص 10 ل 20 سميناهم اللي هن السايكروفايل. طلع كيف كل ما عليت الحرارة الريت تبعهم النمبر ماله هي عماله بزيد، كل ما عليت الحرارة بزيد الله. أحسن حرارة إلهم الأوبتيمم للسايكروفايل إذا إجينا اللي هو رأس الهرم، لو مسكنا من هون ونزلنا تقريبا 12 أحسن حرارة إلهم، بعد 12 الحرارة أعلى لكن النمو ماله عماله شو بيصير بالنمو عماله بقل، صح؟ إذا الأوبتيمم إلهم السايكروفايل مثلا 12، تحت 12 بيعيشوا بس ليس كما ينبغي، بكون حتى عددهم ليس كما ينبغي، وبعد 12 بيعيشوا لكن بعد العشرين فيش بموتوا، تحت الناقص 10 بموتوا. السايكروتروف بيعيشوا من 0 ل 30 والأوبتيمم إلهم بكون تقريبا خلينا نقول يعني 23 24. شوفوا في منطقة تداخل بين السايكروفايل والسايكروتروف، مظبوط؟ يعني ممكن في بكتيريا أعتبرها سايكروتروف وأعتبرها بنفس الوقت سايكروفايل، هي المقصود. هاي الميزوفايل اللي بيعيشوا من 10 ل 50 والاوبتيمم لهم تقريبا 35 اللي حكينا عنهم. ثيرموفايل نفس الشيء، الهايبر ثيرموفايل اللي بيحبوا كتير حراره بيعيشوا تقريبا من يعني بتقدر تقولوا من 67 لعند 110. لا ننسى انه في تداخل بين الجروبات، يعني في. طيب بدي اوضح شوي فرق بين اللي بيحبوا او اللي بيعيشوا بالبرد، نحكي عنهم شوي. هلا رح تقول لي لازم نحفظ الحرارات والرينج، بقول لك لا، بس على الاقل تعرف لي السايكروفايل يعني بيحبوا برد، ميزوفايل معتدل، ثيرموفايل حراريات، بكفيني. طيب بدنا نحكي شوي عن السايكروفايل والسايكروتروف. شوفوا بالكير السايكروتروف مرقت عن الصفر، صح؟ الصفر في الرينج تبعها. والسايكروفايل بدأت، السايكروفايل مرت عن الصفر والسايكروتروف فيها صفر برضه، يعني اللي هن التنتين بحبوا البرودة. There seem to be two fairly distinct group capable of grow at zero، يعني في مجموعتين يبدو انهم بيقدروا يعيشوا على الصفر اللي هن السايكروفايلز والسايكروتروف.
ساكروفايل اللي هن كولد لافينج، اللي بحبوا يعيشوا في البرد، اللي هن بيقدروا يعيشوا على صفر، لكنهم لهم اوبتيمم جروث تمبريتشر اللي هي حوالي 15. يعني الصفر مش الاوبتيمم تبعهم، الاوبتيمم تبعهم 15. هدول السايكروفايل اللي بحبوا البروده seldom cause problem in food preservation، بالقلي يعني نادرا ما يعملوا مشاكل في الطعام، نادرا ما يخربوا الطعام، نادرا الاكل اللي بحطه في البروده ما هن ما يخربوا. هدول جماعه السايكروفايل. نرجع نشوف هاي الصوره، هاي السايكروفايل الصفر من الرينج تبعهم، بس الاوبتيمم تبعهم تقريبا حكينا جاي الاوبتيمم جاي تقريبا 15 او 12 15. اذا هدول بالقليل قليل ما يخربوا اكلنا، اصلا عددهم بالحقيقه هم عددهم قليل. سايكروتروف بيعيشوا بالبروده وبيعيشوا بالمعتدل، فهن بيعيشوا بين 0 ل 30، بيعيشوا بصفر ب20 ليوصلوا ل 30، بيبدوا من صفر السايكروتروف، بادين من صفر ووصلوا ل 30. هدول بيعملوا فساد لطعامنا and they are the most likely to be encountered in low temperature food spoilers. الأكل اللي بالتلاجة low temperature اللي حاطه بالتلاجة لما يخرب على الأغلب اللي خربه اللي هن السايكروتروف because they grow fairly well at refrigerated temperature، بنمو بشكل جيد بالتلاجة. كمان مرة، إذا أكلك خرب بالتلاجة مين من اللي خربه؟ لو قلت لك السايكروفايل ولا سايكروتروف؟ على الأغلب سايكروتروف، لأنه هن بيحبوا يعيشوا ببرودة التلاجة اللي هي بعد الصفر. مش التلاجة ريفريجريتر يا جماعة، غير عن الفريزر. الريفريجريتر التلاجة من تحت محل ما بتحط خضرتك ولبنك، وهاي حرارتها فوق الصفر، حرارتها تقريبا بتحطها إحنا 3 ومنحطها 4، في ناس بتحطها 5. السايكروتروف بتحب هاي الحرارات، فلما يخرب أكلك بالتلاجة على الأغلب اللي خربوا مين؟ اللي بحبوا يعيشوا بهاي الأجواء السايكروتروف. السايكروفايلز بيعيشوا من رينج اللي هو ناقص 10 لعند اللي هو الأوبتيمم إلهم اللي هو 15، بالنادر ما يخربوا أكلك البارد ويعملوا لنا مشاكل أصلا. بس دكتور، الأوبتيمم للسايكروفايلز أقرب لدرجة حرارة الثلاجة من السايكروتروف، صح؟ يعني كم درجة حرارة الثلاجة تقريبا هي؟ احنا بتلاجاتنا اذا بتفتح يعني ثلاجتك، نتيجة للسايك نعم، السايكروفايلز اللي هن محبين البرودة، وعلى الأكثر اللي هن البرودة خلينا نقول اللي تحت الصفر، يعني الفريزر، خلينا نحكي السايكروفايل اللي هي تحت الصفر تقريبا، صح الأوبتيمم إلهم 15، بس بالنهاية اللي بيحبوا البرودة بيحبوا الفريزرات. احنا عادة أكلنا بخربش كتير بالفريزر، مشان هيك احنا حكينا عبارة سيلدم، بالنادر ما يخربوا لنا أكلنا هدول السايكروفايل اللي بيحبوا البرودة. اما السايكروتروف اللي معظمهم بيعيشوا بالثلاجه، بيحبوا يعيشوا بالثلاجه يعني بحراره فوق الصفر، خلينا نحكي مش تحت الصفر، فوق الصفر، فهن السايكروتروف اللي بيحبوا الفريزرات، عفوا الريفريجريترز. بالنهايه يا جماعه للامانه، هو هذا الشابتر انا الصراحه مش بيعجبني يكون داخل هذا الشابتر، بيحكي شويه يعني مجاله بيجي أغذية أكثر ما يجي مجاله ميديكال، بس على الأقل افهموا أنتم المصطلحات. السايكروفايل بيحبوا البرودة، السايكروتروف بيقدروا يعيشوا ببرودة وبيقدروا يعيشوا بحرارة أعلى، فمجال السايكروتروف بيعيشوا يعني حرارة عادية، بتداخلوا مع الميزوفايل وبتداخلوا مع البرودة. هلا السؤال اللي هو قلت لي الأقرب السايكروفايل يخربوا أكلنا، أحكي لك أنا يعني بالعامية مش عارف تفهم الموضوع هذا شو بالعامية. هلأ أكلي، الأكل اللي بشتريه أنا، الخضرة الفاكهة اللي بطبخه بتركه على المجلى بعد ما أطبخه وأخلص، هذا بكون موجود عليه، بكون موجود عليه بكتيريا. لحظة شوي بالله. عفوا يا جماعة، اللي بوصل لك اياه البكتيريا مش هي بالثلاجه الله خالقها، البكتيريا بتكون على اكلك من خضرتك اللي بتشتريها. انت بتشتريش خضره وخيار وبندوره معقمين في عليهم مايكروبات من ايدين البائع، من الشجر، من التراب، من البستان. هلا معظم هاي البكتيريا اللي على خضرتنا يا اما بتكون ميزوفايل، وهي على الاغلب ميزوفايل، يا اما من بتكون سايكروتروف. شو يعني ميزوفايل؟ ميزوفايل اللي بتعيش من حراره 50 ل 10،
وفي تداخل بينها وبين السايكروتروف اللي بيعيشوا من 30 لصفر. يعني احنا اكلنا وخضرتنا بهذا الرينج البكتيريا تبعته بهاي بمنطقة التداخل، لانه احنا حرارتنا 30 20 25. هلا السايكروتروف الميزوفايل بيقدروا يعيشوا بهلا بالجو، على المجلي، على بطنجرة الاكل اللي عندك بالسوق، بالخضرة. خضرتك جبتها بدك هلا ما بتخليها، بتحطها بالثلاجة. احنا ليه بنحط الاشي بالثلاجة؟ لانه معظم البكتيريا بالبرودة بتموت، صحيح؟ لكن معظمها بموت. مين اللي بموتوش بتلاجتنا؟ معظم اللي بموتوش يا هنا بيكونوا سايكروتروف اللي بيعيشوا بهاي، كمان في جزء من السايكروفايل اللي هو هاي المنطقة المتداخلة برضه بيضلوا عايشين. فهناك في علاقة، في يعني في منطقة مشتركة بالسايكروتروف والسايكروفايل، فممكن انه يكون جزء من السايكروتروف ماله يعتبر سايكروفايل. المهم اكلك اللي فيه جراثيم جايبها انت من السوق او دخل على الثلاجه بموتوا معظمهم. اللي بيضلوا عايشين هن السايكروتروف والسايكروفايل، لانهم ضلوا عايشين بخضرتك بالثلاجه بخرب الاكل بالثلاجه. فشو بقول انا، اللي خرب اكلي بالثلاجه هن جماعه ممكن يكونوا سايكروفايل، وممكن يكونوا سايكروتروف، وممكن يكونوا كمان مين، ميزوفايل، اللي بيقدروا يعيشوا باجواء الثلاجه. عشان هيك انا بقول لك الموضوع شوي بحت بموضوع التغذية هون بيجي، وشو اللي بخرب أكلك بالغذاء. فمش كتير تركز لي على الموضوع، بس بعرفش إذا فهمت علي شو قصدي ولا لا. تمام دكتور، تمام إن شاء يعني الله. مش ضروري 100%، لأنك بنصير مساق أغذية. اللي حابب يستزيد أنا بعطي المساق على الوحدة، هذا اللي بتسأله عنه، وهاي الرينج بعطيها ساعة واحدة كل يوم. اللي بدي اوصل لك اياه، اللي بيخرب اكلك هي البكتيريا اللي بتقدر تعيش برا الثلاجه وجوه الثلاجه. مين بيعيش برا الثلاجه واللي جوه الثلاجه؟ اللي هن السايكرو تروف، وفي جزء من السايكروفايل، وفي جزء من الميزوفايل. هاي المناطق المتداخله بيناتهم عاشوا برا، برا يعني حراره عاليه، وقدروا يعيشوا وين؟ قدروا يعيشوا جوا. مين اكثرهم؟ اللي هنا جماعه السايكروتروف، بيعيشوا برا وجوا، لانه البكتيريا بيجيبوها من برا وبيدخلوها على الثلاجه. السايكروفايل من اصلهم بيحبوا البروده، يعني بالنادر ما يكونوا اصلا هن برا عشان يخربوا لك اكلك جوا بالثلاجه، بالنادر. anyway خلصتها هاي. يمكن هي السايكروتروف they grow fairly well at a refrigerator. هلا اشار لك انهم بيعيشوا على 20 وبيعيشوا على 30، ولما يدخل الاكل على الثلاجه بيعيشوا منيح بالثلاجه، فهن اللي بخربوا الاكل، ما راح يموتوا يعني بالثلاجه. هلا هذا الجدوى او هاي الصوره انا بعتبرها اللي هو بيحكوا لك الحرارات المختلفه قديش بيعيش عليها بكتيريا ان جنرال طبعا. وشوفوا العباره food preservation temperature، ليش بيهتموا؟ لانه هذا الحكي اللي حكيناه كله له علاقه كيف يتخزن الاكل وكيف تحميه من البكتيريا. فهون illustrate the importance of low temperature for preventing the growth of spoilage and disease organism. بشكل عام الميكروبات بتعيش بالحرارات المتوسطه، وخصوصا اللي هن الميزوفايل، وهن اللي عفوا هن اللي بمرضونا اكثر شيء. اذا نزلنا بالحراره كثير على الفريزر وإذا طلعنا بالحرارة كتير، معظمها مش كلهم، معظمهم بموتوا. عشان هيك أنا لو سألتك وين بتخزن أكلك، بتحب تخزنه فريزر ولا ثلاجة؟ فريزر فريزر، الحرارة أوطى وبموت عدد كبير من البكتيريا. الثلاجة إلا يضلوا سايكروتروف يتكاثروا، اللي ضلوا عايشين بالبرودة يتكاثروا ويخربوا لك أكلك. المهم هلا في الرينج مثلا من ناقص 30 لصفر، شوفوا مين هاي، بيقول لي no significant growth below freezing، يعني فيش نمو يذكر، مش بالمره فيش، يعني لا يذكر، يعني عدد البكتيريا اللي ضلوا عايشين في البروده الشديده قليل جدا. اما في حراره اللي هي الريفريجريتر، ريفريجريتر يعني ثلاجتك من تحت، the temperature may allow slow growth of spoilage bacteria and very few pathogens. حرارتك بالثلاجة سوف تسمح بنمو spoilage bacteria، يعني تسمح بنمو البكتيريا اللي بتخرب الأكل. بتحب تعيش على هاي حرارة الثلاجة اللي هي تقريبا من صفر لخمسة حرارة ثلاجتك اللي هي من تحت. مشان هيك أكلك بالثلاجة بخرب. وإذا سألتك مين بخربه، على الأغلب الميزوفايل وسايكروتروف. بالرينج من خمسة خلينا نحكي ل 15، معظم البكتيريا سيرفايف،
and some may grow. شو يعني survive؟ يعني بضلوا عايشين بس ماش قادرين يتكاثروا، عايشين بدون تكاثر، وقليل منهم بيقدر يكبر. الأخطر منطقة بالحرارة شو يعني danger zone؟ أخطر منطقة يعني هاي المنطقة اللي بتحبها البكتيريا اللي رح تتكاثر فيها، وإذا في بهاي الحرارة أكل رح تخربه. rapid growth of bacteria some may produce toxin، بعضهم رح ينتج سم، اللي هي حرارة تتراوح من 15 ل 50، اللي هي جماعة قلنا الميزوفايل. اللي قبل ما أبدأ كل شريح ركزت عليه، قلت لكم جماعة الميزوفايل هن أكثر جماعة بيعملوا لنا أمراض، أكثر جماعة بتخرب الأكل. من 50 ل 60 very few بيعيشوا، وعلى الحرارات العالية destroy most microbes، معظم الميكروبات بتتدمر. هلا تتذكروا، يعني أنا مش كتير رح أركز على هاي الصورة، مش كتير مهمة بس برضو هاي مهمة من ناحية أغذية. لو عندك صحن رز غميق وعندك صحن رز رقيق، يعني كمية الرز هون أكتر، والنوع والرز يعني الصحنين ساخنين. هلا البكتيريا الميزوفايل اللي بتخرب رزك اللي هي اسمها الباسيلس، باسيلس سيرس، بتعيش على الرز وبتخربه. طبعا بدها حرارة منيحة، وبقى أي حرارة بتعيش هاي، شايفين هاي الرينج من الحرارة من 45 ل 25، الباسيلس سيرس بتضلها عايشة وبتتكاثر وبتنقسم وبتفرز سمها. فهذا صحن الرز عندك الساخن عبين ما يبرد، يعني لازم يبرد منشان البكتيريا ما تاخذش راحتها بالتكاثر، ما هي من عائلة الباسيلس، من عائلة الميزوفايل اللي بتعيش بهاي الحرارة. إذا وجدت بهاي الحرارة رح تتكاثر، ورزك سخن يعني موجود بهاي الحرارة، يعني البكتيريا رح تتكاثر. عبين ما يبرد طنجرة الرز تبعتك تبرد وتخرج من هذه المنطقة بدها 5 ساعات. الصراحة ال5 ساعات كفيلين إنه البكتيريا اللي هون تتكاثر وتخرج سمها. في حين صحن الرز الرقيق عشان يبرد بده بقول لك بس ساعة، هيك عاملين رينج من هون، بده بس ساعة، هاد بده 5 ساعات يبرد. فقديش نسبة البكتيريا رح تكون بالصحن الرقيق؟ مين أكثر، هاد ولا هاد؟ أقل في الصحن الصغير. أقل في الصحن الصغير. آه ليه؟ لأنه كل ما كان كبير بيكون ساخن وبده وقت أكثر ليبرد، فهذا الوقت تعبين ما يبرد أتاح المجال للبكتيريا تتكاثر عليه. عشان هيك دائما إحنا بنحط أكلنا ورزنا بنحطه وين؟ بنحطه بالثلاجات بس نطبخه. هاي أهم إشي، يعني هذا يعني فود مايكروبيولوجي بحت هذا المعنى. نيجي الآن نحكي عن أهم جماعة اللي هي جماعة اللي هن الميزوفايل. الأوبتيمم تمبريتشر أحسن حرارة لهم 25 ل 40، بيعيشوا بيفرزوا سمومهم. They include most of the common spoilage and disease organism، حكينا معظم الميكروبات اللي بتمرضنا بتخرب أكلنا هي ميزوفايل. أحسن حرارة لهم هي اللي هي 37 سيليسيوس الأوبتيمم. هلا جماعة السيرموفايل أحسن حرارة لهم الأوبتيمم 50 ل 60، موجودين في المياه الحارة هوت سبرينج، موجودين في الأورجانيك كومبوست. مين بيعرف شو الكومبوست؟ البقايا العضوية. نعم، السماد العضوي اللي بنعمل عشان نحط بقايا طعام بالآخر بصير سماد. أيوة هذا هو الكومبوست. البكتيريا اللي بتعمل الكومبوست هي من جماعة الثيرموفايلز، وفي بكتيريا هايبر ثيرموفايلز اللي بيقدروا يعيشوا بحرارات عالية جدا فوق 8. دكتورة اللي بيكونوا بيعيشوا بجو أكثر من اللي بالثيرموفايلز وأقل من الهايبر ثيرموفايلز، هذول بيكونوا أركة يعني؟ لا، هن اللي أكثر لسه من يعني الهايبر ثيرموفايلز ممكن أدخلهم في تعريف الأركة. الهايبر ثيرموفايلز يعني فوق 100 مثلا، بالبراكين تتذكروا هدوك صاروا أركة اسمهم. نيجي للبي اتش. Most bacteria neutrophiles grow between 6.5 and 7.5. يعني الوسط اللي بتعيش فيه البكتيريا، صحن الأكل اللي مثلاً عايشة فيه البكتيريا، أحياناً بيكون صحن الأكل حامضي، بيكون صحن الأكل قاعدي، صحن الأكل متعادل من ناحية البي اتش تبعته يعني المقصود.
هناك انواع من البكتيريا بتحب تعيش باوساط متعادله نيوتروفايل، والصراحه معظم البكتيريا معظمها بتحب الوسط البي اتش المعتدل اللي بتراوح من 6.5 ل 7.5. هلا المولد والييست بحبوا البي اتش تكون 5 6، يعني قريبه شويه على الايش، على الحموضه، 5 حامض. يعني في بكتيريا بتحب تعيش بوسط حامضي اسيدوفايل، اللي هو بتحب تعيش تكون البي اتش في الوسط اللي عايشه فيه 0 ل 5.5، بتراوح يعني إيه اللي هو اسيديك انفايرمنت. في الكالوفايلز اللي هو بحبوا يعيشوا في وسط قاعدي من 8.5 ل 11.5. تمام. هلا اللي بدي تهتم فيه اهم من هذا الكلام، لو سالتك البي اتش تبع البكتيريا نفسها شو هو، البي اتش قديش البي اتش تبع السيتوبلازم تبعها، هاي البكتيريا وهي الوسط اللي عايشة فيه، أو صحن الأكل اللي عايشة فيه، عايشة فيه مخلل، عايشة معتدل في صح؟ البيض. البي اتش تبع أي بكتيريا يا جماعة نيوترال، جوا السيتوبلازم لو قسنا البي اتش تبعه تقريبا 7 نيوترال. لكن تقسيمة البكتيريا حسب البي اتش قسموها مش حسب البي اتش تبعها، حسب الوسط اللي هي عايشة فيه. إذا قدرت تعيش بوسط حامضي بنسميها أسيدوفايل، فايل معناها بتحب، لاف. إذا قدرت تعيش بجو قاعدي بنقول الكالوفايل، وإذا إيش بجو متعادل بنقول عنها نيوتروفايل. وضحت شو الفرق؟ إن شاء الله نتابع. نحكي الآن عن الأزموتيك بريشر. الأزموتيك بريشر شرحناه امبارح، تتذكروا شرحناه في زي هذا شبيه الصورة هاي، وحكينا انه الخليه اذا تواجدت في ايزوتونيك سوليوشن اللي هو محلول تركيز السوليوت فيه نفس تركيز السوليوت في داخل الخليه، قلنا الخليه ما راح تنفجر، مظبوط متذكرين؟ وحكينا اذا موجوده البكتيريا في هايبرتونيك سوليوشن اللي بيصير انه يعني تركيز السوليوت برا اكثر من جوا، انه راح يصير للخليه اللي هي بلازمولايسيس، قلنا راح يخرج الميه لبرا وراح تتحلل الخليه، راح تنفجر يعني راح تخرج الميه وراح يصير شرينكج للخليه. طيب نقرا هذا الكلام ونرجع لكلام الاسموزي. Cell in isotonic solution. Under this condition, the solute concentration in the cell is equivalent to the solute concentration of 0.85% sodium chloride. لما أقول لك المحلول، المحلول isotonic يعني برا قد جوا، لو قلت لك أنا بالمختبر روح اعمل لي isotonic solution من الملح، محلول متعادل، يعني إذا حطيت فيه البكتيريا ما رح تنفجر ولا راح يصير لها شيء، بدي اياها تنحط بايزوتونيك سوليوشن، بتروح اذا سمحت بتحضر لي محلول ملحي تركيز اللي هو NaCl، تركيز الملح فيه 0.85%، يعني بتروح بتوزن على الميزان ملح، بتوزن 0.85 جرام ملح بتحطهم في 100 ml ميه، هذا ايزوتونيك سوليوشن مصنوع من الملح. اذا سقطت فيه البكتيريا ما بصير لها شيء، بتضلها زي ما هي لانه السوليوت برا قد السوليوت جوا. السائل المحلول اللي تركيز الملح فيه 0.85 بنسميه نورمال سالاين، نورمال سالاين، مهم تعرف هاي المعلومة. رح نستعمل كلمة نورمال سالاين بأشياء كثيرة وخصوصا بمختبر المايكرو. النورمال سالاين هو ايزوتونيك سوليوشن، يعني إذا حطت فيه أي خلية ما رح تنفجر ولا رح يصير لها شيء، رح تضلها زي ما هي. وكيف بتحضره؟ 0.85% NaCl. الآن أي خلية بكتيرية ولا أي خلية أي خلية عموما؟ أي خلية، لو جبنا دم حطينا بكريات دم حمراء، كريات بيضة، حطيته في هذا الايزوتونيك سوليوشن بهذا المحلول الملحي ما رح يصير لها ولا شيء. ايزوتونيك سوليوشن اسمه ايزوتونيك سوليوشن، بنقول له نورمال سالاين بالعامية. تمام. نعم. بلازمولايزد سيل ان هايبرتونيك سوليوشن، هايبرتونيك سوليوشن شوفوا شو عملوا، تركيز الملح قد ايه عملوه؟ 10%، يعني بطل يصير ايزوتونيك المعروف، لما زادوا الملح صار 10 صار هايبرتونيك، يعني هون اكثر تركيز اكثر من داخل الخليه. If the concentration of solute مثل ال NaCl is higher in the surrounding media than in the cell اللي هو the environment is hypertonic، يعني برا اكثر من جوا التركيز، the water tend to leave the cell، الميه بدها تخرج من الخليه،
growth of the cell inhibited، نمو الخلية بالعكس راح يصير لها للخلية ما يسمى بإيش قلنا بالبلازمولايسيس، حكينا هذا المرة الماضية. بس اليوم إحنا بدنا نركز إنه مستعملين هالمرة الملح، الملح إذا بدك تعمل isotonic solution استعمل ملح بهذا التركيز 0.85، إذا بدك تعمل hypertonic solution استعمل 10% NaCl، هاي الحالة الطبيعية. وجدوا يا جماعة إن هناك بعض أنواع البكتيريا قدرت تعيش في محلول ملحي تركيزه عالي، قدروا يعيشوا في hypertonic solution من الملح. مثل هيك بكتيريا اللي قدرت تعيش بالملح بسميها halophiles، هالو معناها ملح، فايل بيحبوا الملح. بس الأصل بكل البكتيريا إنها بتقدر تضلها بالايزوتونيك سوليوشن زي ما هي، وبتصير لها شرينكج إذا الملح زال، ما عدا الشواذ. منقول إذن hypertonic environment اللي تركيز السوليوت فيه برا أعلى من جوا بخلي البكتيريا يصير لها بلازموليسيس، حكينا صح؟ لكن في halophiles اللي بيحبوا الملح grow optimally at more than 0.2 molar salt، يعني بيكون تركيز الملح أكثر من 20 المولار بيعيشوا بيحبوا. لسه في غير الهالوفايل، في اكستريم أو obligate halophile. شو يعني obligate halophile؟ يعني أبداً بيعيشوش إلا إذا في ملح، مهم صار الملح لحياتهم، هدول شواذ صح؟ ممكن نحطهم بعائلة مين هدول؟ الobligate halophile؟ الأركيا. They require high osmotic pressure, high salt، بدهم أكثر من 2 مولار. وفي عندي إشي بنسميه facultative halophile. الفاكلتاتيف هالوفايل في ملح منعيش منتشرطش، فيش ملح حينا عايشين، كله ماشي معنا تمام. They do not require high salt concentration، بدهوش تركيز ملح عالي، بيجبروكيش يعني، but are able to grow at salt concentration up to 2%، لكن إذا في ملح عالي منعيش، من اسمهم فاكلتاتيف تمام يا جماعة. إذا في أصل وفي شواذ، كل الشواذ بيروحوا على الأركيا. الأصل إنه أي خلية تعيش في الايزوتونيك سوليوشن، وإذا زاد السوليوشن الخلية بتنشف يعني بصير لها بلازمولايسيس. الشواذ مثل اللي بيعيشوا في الملح العالي سميناهم هالوفايلز مثلا. نكمل نحكي عن، حكينا عن الفيزيكال ريكويرمنت فور جروث اوف بكتيريا اللي هو حكينا عن التمبريتشر، حكينا عن البي اتش، وحكينا عن الاسموزيس. هلا وصلنا للكيميكال ريكويرمنت فور جروث، شو بدها مواد كيميائيه عشان تعيش البكتيريا. رح نعرف انه رح يلزم البكتيريا كربون بدها عشان تعيش، بدها فوسفورس، بدها سلفر. بعد هاي المواد بيلزم بتحتاجها بكميات كبيره، وفي مواد اخرى رح ناخذها بدها اياها بكميات قليله. كمان شوي كمان رح ناخذ البكتيريا تم تقسيمها حسب الاكسجين ريكويرمنت، حسب حاجتها للاكسجين. كمان رح نشوف نويتش كيف البكتيريا اللي بيفوت عليها الاكسجين بتحمي حالها من الاكسجين ومن سميه الاكسجين. اكيد في الليرنينج اوبجكتيف هلا مش مطلوب منك تحفظهم، بس تخلص وترجع يعني بس تدرس ارجع على الاوبجكتيف شوف انت قادر فعلا صرت عارف هاي المعلومات الاساسيه. نروح للكيميكال ريكويرمنت. قبل ما ادخل بتفاصيل الكيميكال ريكويرمنت تعالوا نحكي شوي عن الانسان مشان نقرب الصوره للحقيقة. فهو الانسان برضه اورجانيزم. كتير احنا بناكل اشياء وبناكل فيتامينات بنقول هاي لانها مهمه بتفيدني لازمتني، فباجي بقول لك اشرب حليب لانه في كالسيوم مشان يبني عظمك، بقول لك روح كل سبانخ، السبانخ فيه حديد، الحديد مهم جدا جدا بيقوي لك الدم. فوليك أسيد منشان يبني الار بي سي. بقول لك روح كل مثلا كبده، الكبده فيها فرضا فيتامين بي 12 لانه البي 12 مهم للعصب عندك، وهكذا. بمعنى انه احنا بناكل الاكل اللي عارفين انه مهم بستراكشر عندنا يبني لنا جسمنا. كمان البكتيريا لازم تحصل على اشياء منشان تبني ستراكشر عندها. فمثلا لما انا اعرف انه البكتيريا بدها تبني دي ان اي، البكتيريا بدها تعمل انزيمات، البكتيريا بدها تعمل بروتينات، البكتيريا بدها تبني جدارها، البكتيريا بدها تخرج تنتج سموم، تقوم بعمليات ايضيه. بقول الدي ان اي من ايه مصنوع؟ الدي ان اي مصنوع من كربون ومصنوع من فوسفورس. الدي ان اي معناها بعرف انه هي لازم تحصل
من الجو من الانفايرومنت اللي عايشه فيه، بدها تحصل على كربون مشان تعمل الدي ان اي تبعها، وبدها كمان تحصل على فوسفورس. حكينا لازمها الحديد بالعمليات الايضيه، فبعرف انها لازم تجيب الحديد من الجو اللي برا، من الاكل اللي عايشه فيه، من النسيج اللي مهاجمته وتدخله عليها. اذا شيل المواد الكيميائيه اللي لازم تحصل عليها من الجو اللي هي فيه، هي نفس المواد اللي لازم تاخذها عشان تبني اغراضها جوا. فأهم عنصر بعد المية يا جماعة، بعد المية أهم عنصر بدها إياه عشان يبني لها ستركشر تبعها في المرتبة الأولى الكربون. الكربون تقريبا بدخل في كل جزء فيها، فأبدا لازم تحصل عليه. إذا كربون is one of the most important requirement for microbial growth، عنصر مهم في نموها. ليه؟ لأنه هو يعتبر حجر الأساس لكل شيء، ستركشر الباك بون، عظام الظهر يعني بنقول له، of organic molecule. كل الجزيئات العضوية الموجودة في داخل الخلية بيلزمها الكربون، كل إشي فيها بده كربون. هلأ نحكي شوية على البكتيريا كيف بتحصل على الكربون. ركزوا معي باختصار لنا هذول السطرين. في بكتيريا بتقدر تحصل على الكربون من الجو. وين الكربون هو موجود بالجو؟ بأي غاز؟ CO2 موجود. نعم. في بكتيريا بتحصل على الكربون من الجو، بنسميها وبتعمل تمثيل ضوئي فبسميها فوتو اوتوتروف. اوتو ذاتية التغذية، يعني بتسحب هالكربون من الجو وبتعمل تمثيل ضوئي. في كمان بكتيريا بتسحب الكربون من الجو بنسميها كيمو اوتوتروف. كيمو اوتوتروف بتعملش تمثيل ضوئي، بتشتغل على بعض المركبات الأخرى، لكن بالنهاية كلمة اوتوتروف يعني بتحصل على الكربون من الكربون ديوكسيد. سواء كمان مره في بكتيريا اسمها كيمو اوتوتروف وفي فوتو اوتوتروف، الفرق بيناتهم هاي بتعمل تمثيل ضوئي هاي بتعملش، بس التنتين اوتوتروف يعني they derive their carbon from carbon dioxide من الهواء. هناك بعض انواع البكتيريا ما بيقدروا يسحبوا الكربون اللي بالجو ويستخدموه للبناء ويستخدموه للطاقه، بيقدروا يسحبوا الكربون من المركبات العضويه. يعني خلينا نقول اجت البكتيريا على جسمنا، على نسيجنا. جسمنا اشي عضوي، احنا شو الاشي العضوي؟ الاشي اللي فيه كربون، والاشي الحي مثلا الانسان، الحيوان، النباتات، هاي اشياء عضوية فيها كربون، وكل اشي حي فيه كربون. هلا اللي بتبردنا البكتيريا بتدمر انسجتنا وبتاخذ من انسجتنا الكربون. البكتيريا اللي جاية على أكلك، الأكلك مركب عضوي مش من النبات، والنبات كله كربون، فهي من الأكل اللي بتستخلص الكربون وبتدخله عندها. فما يعني بتاخد الكربون من إشي عضوي، ما بتاخد الكربون من الجو. هاي جماعة البكتيريا بيقولوا عنها اسمها كيمو هيتيروتروف، فمعنى هيتيروتروف they use organic molecule as energy، لازم نكمل، as energy source and as carbon source، كمصدر للكربون ومصدر للطاقة. هذول التعريفين ميزهم. فلو سألتك أنا البكتيريا اللي بتمردنا بأي عيلة أحطها؟ أحطها بعيلة الكيمو هيتيروتروف ولا أحطها بعيلة الكيمو أوتوتروف أو الفوتو أوتوتروف؟ برأيك؟ هيتيروتروف. نعم، اللي بتخرب لي أكلي من هيتيروتروف، اللي بتمردني هي هيتيروتروف، لأنها بتستخلص الكربون من أنسجتي ومني أو من الأكل وبتخربه وبتخرج سمومها هذا الطعام. انتبه. كمان غير الكربون بتحتاج للنيتروجين. طب ليه بدها النيتروجين تحصل عليه من الوسط اللي حواليها؟ لأنها بلزمها النيتروجين تصنع بروتيناتها، تصنع الدي ان اي تبعها، تعمل طاقة، بدها نيتروجين. هلا من وين بتحصل على النيتروجين؟ من البروتينات موجودة على جسم حدا، على نسيج حي موجودة على حيوان، على نبات، على الأكل. الأكل العضوي فيه بقلبه بروتينات، بتخرج إنزيماتها بحلل البروتين وبتسحب منه النيتروجين. most bacteria decompose protein، يعني بتحلل البروتينات for the nitrogen source، عشان تحصل على النيتروجين وتمتصه. بعض البكتيريا بتحصل على النيتروجين من مركبات أخرى مثل الأمونيوم، النيتروجين اللي بتراب مثل الموجود بالـ NO3، من مواد كمان عضوية. بعض البكتيريا بتحصل على النيتروجين من الهواء، من غاز النيتروجين، الـ N2 هو غاز النيتروجين، use NA2 in nitrogen fixation. وفي يعني تستخدم الصراحة النيتروجين غير للبناء
بتستخدمه في عملية التثبيت التربة، وبتجهز بتاخد النيتروجين. أخذته أو سمعته، أعطيكم فكرة من أول، مش في بكتيريا بالتراب يا جماعة بتاخد النيتروجين اللي بالجو بتدخله عندها وبتشتغل عمليات وبتنتج أمونيا، واللي هو وبتحول الأمونيا لنايترايت، وبعدين بتحول النايترايت لنايتريت، وهذا النايتريت بينوجد بالتراب وبتستفيد منه النبتة، بتمتصه وبتاكله وبتتغذى عليه. فهذا النوع من البكتيريا بنسميها نايتريفاينج بكتيريا أو النيتروجين فيكسيشن بكتيريا، إذا سامعين فيها البكتيريا مثبتة النيتروجين بسموها. شو عملت؟ أخذت النيتروجين اللي بالجو وحولته لأمونيوم وحولته لنيترات وحولته لنيتريت واستفادت منه التربة هذا النيتروجين. هذا الكلام مش كتير الصراحة بهمنا إحنا بالميديكال، هذا كلام زي ما قلت لكم هذا كلام بالتغذية. المهم أنا اللي بدي تعرف إنه بدها البكتيريا نيتروجين عشان تصنع بروتيناتها ودي إن إيه والأي تي بي. من وين بتحصل عليه؟ من مركبات عضوية ومركبات غير عضوية، هاي الخلاصة. بدها كمان إيش؟ مواد كيميائية، بدها سلفر. ليش سلفر؟ لأنه بعض الأحماض الأمينية اللي بتصنعها بعملية الترانسليشن بدها سلفر، فهي بتحصل على السلفر عشان تعمل السلفر أمينو أسيد. كمان بدها سلفر لصناعة الفيتامينات، لصناعة الفيتامينات مثل الثايمين بي 1 والبيوتين بي 7. من وين بتجيب السلفر؟ بتجيبه بتحلل البروتينات إذا موجودة على نسيج موجود على طعام، بتحلل البروتين وبتسحب منه السلفر، وبعدهم بحصل على السلفر من مركبات غير عضوية مثل من مثل السلفات جروب الـ SO4 أو من الـ H2S. بدها فوسفورس. ليه؟ الفوسفورس اللي هي الفوسفات جروب من البنية التحتية للدي إن إيه والـ RNA. الفوسفورس موجود بالممبرينز، يعني بالأغشية، أغشية أي خلية موجود فيها فوسفورس ممكن تسحبه. موجود كمان الفوسفورس في مصادر غير عضوية مثل بالفوسفات جروب تسحب منهم. رح تقول لي مثلا في ناس يعني منكم بتقول لي طب كيف بتعمل، كيف بتسحب السلفر من الأكل، كيف كذا؟ بصير بدك تدرس أنت، تروح على الميكانيزم وتشوف شو بتفرز وشو بتخرج وشو القناة اللي بتفتحها، بدك تروح على الميكانيزم. يعني إحنا ما بيهمنا هلا الميكانيزم، يعني كل اللي بيهمني إنك تعرف إنه بيلزمها عناصر لصناعة أجزائها الداخلية. بيلزمها بالمرتبة الأولى كربون، بعدين بيلزمها سلفر وفوسفورس. بقول لك من وين بتحصل عليها، بتقول لي ممكن تجيبها من مركبات عضوية ومن مركبات غير عضوية. تريس إليمنت. تريس إليمنت يعني بدها عناصر بكميات قليلة جدا جدا، قليل بدها من هاي الكمية، بيلزمها لإشي بسيط يعني. مثل إيش؟ معنى تريس إليمنت؟ They are inorganic element required in small amount. مواد بدها إياها بكميات قليلة. ليش بدها إياها؟ لأنها بس بتستعملهم ككو فاكتور، إنزيم كو فاكتور، يعني يساعدوا الإنزيم على التفاعل. مثلا بحاجة هي إلى الآيرون، بحاجة إلى كبر، للموليبيديوم والزنك، بدها إياهم بكميات قليلة، بيشتغلوا كأكتيفيتر، كمساعدين، كناقلين، بنسميهم كو فاكتورز. تذكروا مثلا بده يصير تفاعل كيماوي بين مادة A ومادة B، كنا نقول A زائد B ونحط سهم ونقول الناتج AB، وكنا نحط على السهم إنزيم ونحط تحتيه مثلا نحط آيرون أو نحط زنك أو نحط كبر، بعرفش إذا أخذته بالكيمياء العضوية هيك. ليه؟ بقول لك هدول المواد إذا حطيناهم بنسبة قليلة على التفاعل الإنزيم بيقوى أكتر وبصير التفاعل بشكله أقوى، عشان هيك أو البرودكت تبعه أقوى، بنسميهم إنزيم كوفاكتورز. نيجي لفكرة أخرى، ايرون ابتيك. بدي أرسم لكم الرسمة لأني حاولت أدور على زيها ما لقيتش. يلا، معظم البكتيريا يا جماعة بدها حديد، صح؟ بدها إياه بكميات مش كبيرة بس بيلزمها حديد، قلنا ممكن يكون كوفاكتور الحديد. الحديد من وين بدها تجيبه؟ كل اللي بيلزمها اللي سميناهم هلا السلفر والكربون وكل اللي عمالي بسميهم من برا بدها تجيبهم، من حال ما هي عايشة من الانفايرومنت، سواء طعام، أنسجة، أرض، تراب، من الانفايرومنت بدها إياهم. من ضمن اللي بدها إياهم الحديد. الحديد يا جماعة في الطبيعة وحتى في جسمنا مش موجود حر دائما، الحديد موجود مرتبط. مثلا بدمنا الحديد موجود في
جزيء الهيموجلوبين حتى برا بالتراب وبالاكل. الحديد دائما مرتبط مش حر. هلا هي لما تدخل حديد بدها حديد حر، يعني على شكل ايونات اف اي بيكون متأين، بدها اياه لحاله اف اي بلس 2 مثلا، مش اف اي، الاف اي بلس 2 ولا بلس 1 نسيت والله. اثنين اثنين المهم الحديد قليل نادر، خلينا احطه على شكل نقطه، نقطه هون نقطه هون، هاي لا مش هاي، يعني هي نقطه قليل. واذا وجد حديد كله مرتبط في معظم الانسجه اللي بتيجي عليهم البكتيريا وبالطعم، بدها حديد لازم. شو بدها تعمل؟ بتبعت حدا يدور على الحديد يجيبه، هذا الموجود بقله ولازم يكون بشكل ايش؟ بشكل اللي هو فري ايون. شو بتعمل؟ بتصنع البكتيريا بروتين اسمه سيدروفور، سيدروفوري بروتين. هذا البروتين بتصنعه بتخرجه برا حواليها. ليه حواليها؟ عنده هذا البروتين هاي افينيتي تو ايرون ايون، يعني هاي افينيتي بحب كثير الايرون، بشم ريحه يعني شم، بس يشوفه بيمسكه. السيدروفور بيجي بيمسك هذا الايرون، بيرتبط معاه هيو مسكه وبيمسكه وبيدخله عبر، بيسهل له طريق الدخول عبر البلازما ممبرين والاوتر ممبرين. بيدخلوا الاثنين مع بعض، بيوصلوا لداخل الخليه مرتبطين. بمجرد ما يوصلوا جوا بفكوا عن بعض، يعني السيدروفور بيصير لحاله والفري ايرون بيصير لحاله، والخليه بتستفيد من هذا الحديد لايش ما بدها، يعني للي لازمها. السيدروفور الحر برد بخرج كمان مره يجيب كمان حديد. بمعنى السيدروفور كانه بيشتغل سياره، الخلية بتشغل سيارة سيدروفور بتبعتها برا بتلم حديد وبتفوته وهكذا. هذا قصة اللي هو الايرون ابتيك، قرأها اذا سمحت. انه الخلية بدها حديد، الحديد انسولابل يعني دائما مرتبط مش حر مش متعين مش دايب، دائما مرتبط. منشان تجيبه بدها سيدروفور، السيدروفور بيعمل مع الحديد كومبلكس، بدخل لداخل الخلية بعدين بصير للحديد تحرر. هذا هو مركب ستركشر اللي هو السيدروفور مرتبط مع الحديد. خلصنا الكيميكال، نيجي بالنسبة للأكسجين. قبل ما أحكي هاي سلايد برضو حابة تركزوا معي على معلومة مهمة. الأكسجين يا جماعة، هاي معلومة أساسية بعدين ندخل للتفاصيل. الأكسجين لأي بكتيريا سام، تخيلوا سام وقتلها، يعني بالأصل لازم يقتلها بغض النظر هاي البكتيريا بنسميها هوائية لا هوائية، بتحب شوية أكسجين بتحب قلة أكسجين. بشكل عام الأكسجين بحد ذاته مادة سامة. ليش الأكسجين مادة سامة؟ بمجرد ما يتغلغل ويدخل لداخل الخلية البكتيرية بيصير له أكسيدايزينج، بتأكسد الأكسجين، بتأكسد وبصير تفاعل فيه بتحول لا powerful oxidizing agent لمادة مؤكسدة قوية، بنسميها أكسجين free radical إذا سامعين فيها، يعني أكسجين وعليه إلكترون حر. وبتحول كمان لإشي اسمه الهيدروجين بيروكسيد اللي هو H2O2، وال H2O2 a powerful oxidizing agent. مين بعرف شو معنى oxidizing agent؟ يعني بسحب الإلكترونات من الأعضاء المختلفة أو المركبات المختلفة. صحيح. بروتينات الخلية أو DNA أو أي مركب ودمرها. ودمرها. أنا بدي آخر كلمة إنه بدمرها. شو في حدا حكى ما سمعتش وأنا بحكي حاجة بدوي. حكيت إنه بتلفها، يعني بتلف DNA والبروتينات اللي إلها. بالضبط. هي معنى powerful oxidizing agent زي ما حكيته بالضبط. هدول المواد بتأكسد أو بتسحب زي ما حكيتوا الإلكترونات من الدي إن إيه، من الرايبوسوم، من الخلية، من البروتين، بتدمره. فمعنى هيك بفهم إنه الأكسجين، مشان هيك بقولكم الأكسجين سام، لأنه بس يدخل بتحول لأشياء تانية وهاي الأشياء بتأكسد الأجزاء الخلية وبموته. لكن هذا الحكي ما بصير الصراحة في بعض البكتيريا. السبب إنه البكتيريا، في بعض أنواع البكتيريا عندها إنزيمات بتبطل سمية الأكسجين، يعني الأكسجين بدخل على الخلية بتحول لمثلا لمادة مؤكسدة قوية مثل الـ H2O2. الخلية إذا عندها إنزيم بتخرب الـ H2O2 بسرعة، فخلص ما حدش يعني ما بتتأذى، لأنها المادة اللي بدها تأذيها هي فعلا كونت إنزيم ودمرت هاي المادة قبل ما تأذيها. تمام؟
هلا البكتيريا الهوائية اللي بتموتش يعني بوجود الهواء هي البكتيريا اللي عندها انزيمات تدمر او تسحب سمية الاكسجين او سمية اللي حكينا عنهم الفري راديكال اللي تكونه. البكتيريا اللا هوائية، معنى لا هوائية يعني اذا شافت الاكسجين بده يدمرها. طب ليه بده يدمرها؟ معناها لانه ما عندهاش خط دفاع، ما عندهاش الانزيمات اللي تتصدى لسمية الاكسجين لما يدخل عندها. فهمنا الفكرة؟ هلا رح ناخذها كمان شوي بالتفصيل اذا مش فاهمين. يلا هلا حكيت الفكرة الأساسية، خلينا نتبع هون. حسب قدرة البكتيريا إنها تعيش بوجود أو غياب الأكسجين قسموها لعدة أقسام، فأوبليجيت إيروب ريكوير أكسجين تو ليف، عشان تعيش بدها أكسجين. طب هلا قلنا ما هو الأكسجين سام، إذا ليش بتعيش بوجود الأكسجين؟ ليه قدرت تعيش؟ لأنه عندها إنزيمات جوا بتسحب سمية الأكسجين بتقدر تعيش بعدها، فهاي بنسميها أوبليجيت إيروب، يعني بنلاقيها بس بتعيش بوجود الأكسجين. فكالتاتيف آن إيروب اختيارية، لا هوائية اختيارية، يعني في أكسجين منعيش، ما في أكسجين منعيش برضه. تمام؟ بس مين أحسن في أكسجين، مين أحسن يعني حياتها بوجود ولا غياب الأكسجين؟ بوجود الأكسجين. They grow better in the presence of oxygen. إذا غايب الأكسجين بيعيشوا بواسطة طريقة بنسميها fermentation أو بنسميها التنفس اللاهوائي، anaerobic respiration. البكتيريا اللاهوائية بنقولها anaerobes أو بنقولها obligate anaerobes، هن اللي بيعيشوا بغياب الأكسجين and unable to grow in the presence of oxygen. ليه بيعيشوا؟ بيقدروش يعيشوا إذا الأكسجين موجود. ليه حذركم؟ لأنه ما عندهمش الإنزيمات اللي لازمة عشان تقتل الهيدروجين بيروكسيد وهي الأشياء. تمام، ما عندهمش إنزيمات بيسحبوا سمية الأكسجين. الأيروتوليرانت أنيروبس هن لا هوائيات، لكن إذا في أكسجين بيتحملوا، ما بيستعملوا، بيقدروش يستعملوا بس بيحاولوا يتحملوا. توليريت بات كانت يوز أكسجين. المايكرو أيروفيليك هن هوائيات بس بدهوش أكسجين كتير، بدهم مايكرو شوية أكسجين بلزمهم، بلزمهوش أكسجين زي الموجود بالجو الحقيقي. الجو الحقيقي الانفايرومنت العادي نسبة الأكسجين فيه تصل إلى 20 أو 21% من التوتال غازز يعني. هدول المايكرو أيروفيل بدهم أكسجين بس أقل من الموجود بالحقيقة. تعالوا نحكي نعبر عنهم هدول بالرسمة، بالرسوم، بهاي الرسمة. يلا على السريع هون بحكي لي جبنا تيوب حطينا فيه أكل طعام سائل وزرعنا فيه بكتيريا. إذا كانت البكتيريا أوبليجيت إيروب يعني إجباري بدها أكسجين، بدها تعيش على وجه التيوب محل ما فيه أكسجين، لأنه هون فيه أكسجين بتعيش على وجه التيوب بس. إذا كانت فاكلتاتيف آن إيروب معناها بتعيش بوجود وغياب الأكسجين، رح نلاقيها منتشرة على الوجه وجوه. بس الجروث وين أكتر، فوق ولا تحت؟ مبين لأنها قلنا الفاكلتاتي في حياتها أفضل بوجود الأكسجين، هي growth is the best where oxygen is present. هلأ الأوبليجيت آن إيروب بتحبش الأكسجين، وين رح نلاقيها عايشة؟ بوتم. رح نلاقيها عايشة بالقعر، بقعر التيوب في البوتم، لأنه هناك فيش أكسجين، ما بتعيش فوق لأنه الأكسجين رح يدمرها لأنها ما عندهاش خطوط دفاع. الايروتوليرانت ان ايروب هن لا هوائيات بس اذا وجد الاكسجين بيعيشوا بيتحملوا يعيشوا. هدول رح القاهم منتشرين بكل تيوب وموزعين بشكل متساوي. growth occurs evenly بالتساوي، اكسجين has no effect، بيأثرش ابدا فيهم الاكسجين. اما المايكرو ايروفيليك اللي هن بحبوا قله من الاكسجين رح تلاقيهم مش عايشين على السطح، تحت السطح مش بالبوتمها، لأنهم بدهم أكسجين بس شوية، فهون رح يدخل شوية أكسجين على هاي الطبقات رح يتمكنوا من الحياة. هلا explanation of oxygen effect بشرح لي تأثير الأكسجين على الأوبليجيت إيروب. مثلا the presence of enzyme catalase and superoxide dismutase allow toxic form of oxygen to be neutralized so they can use oxygen. هلا مش رح نقرأهم هدول هلا لحد ما ناخد الجزء اللي بشرحهم، بس أنا شرحتهم باختصار، قلت لكم اللي قدروا يعيشوا بوجود الأكسجين سواء كانوا زي هدول أوبليجيت إيروب وفاكلتاتيف والإيروتولورنت يعني أو المايكرو إيروفيليك، يعني كلهم بيقدروا يعيشوا
وجود الأكسجين ما عدا الأوبليجات أنيروب قدروا يعيشوا لأنه عندهم السلاح اللي بيشيل سمية مين؟ سمية الأكسجين اللي هو عندهم إنزيمات مثل سوبر أكسيد ديسميوتاز وإنزيم اسمه الكتاليز. رح نيجي لهذا بالتفصيل المرة الجاي، بس أخلص التفصيل ذكروني نرجع لهذا السطر عشان تفهموا. بكفي اليوم.